وبالياتك. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر والعزة لله. الله اكبر. وبالياتك يا بشار يا الياس الاسد. شوفوا وهي تحترق بعد محاولة فاشلة بالانسحاب من لواء صواريخ اللواء 113، لكن ابطال الجيش الحر قاموا بالتصدي للرتل كاملا، وهذه هي الياتهم وهي تحترق. النصر قريب باذن الله. النصر قريب. الله اكبر العزة لله. هاي الذخائر التي يضربنا بها الاسد. آليات الأسد وهي تحترق. الله أكبر. الله أكبر العزة لله. شوفوا كلابك يا بشار. شوفهم. هندوسهم. الله أكبر. هذه هي آليات الأسد وهي تحترق بعد محاولة فاشلة بالانسحاب وتصدي أبطال الجيش الحر للرتل بالكامل وتدميره. الله أكبر. الله أكبر العزة لله. الله أكبر. الله أكبر العزة لله. الله أكبر العزة لله.